السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كيف بقيتوا؟ على خير؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي نصوب لاطاغ ديال لاكلاص. غادي نصوبها، غادي تكون غير مكلفه، بحيث غير 20 درهم. 20 درهم غادي تصوب لنا لاكلاص حجم عائلي والمذاق رائع، ومنها غادي نبردو في هاد الصيف. بقاو معايا باش غادي نوريكم المكونات ديال هاد لاكلاص. غادي نحتاج نص لتر ديال الحليب، شونتيي، فلون كراميل، دانون ديال الكراميل. هنايا حضرت نوغا، درت كاوكاو والسكر، قبضت كاس ديال السكر، ذوبته مزيان وزدت عليه كاوكاو. من بعد خلطته، قبضت بابي كويسون وسرحته عليه، ومن بعد هرسته هكا. غادي نحتاج نيسلي او الكراميل، هنايا حضرته في الدار. الا كنتو مهتمين به نقول لكم الطريقه كيفاش حضرته. بقاو معايا باش نوريكم كيفية التحضير. ودابا غادي نبداو الطريقة. غادي نحتاج قبيصة ديال الملح، نديرها هي الأولى، شونتيي، غنضيف عليه حليب. الحليب خصو يكون عندنا بارد. وغادي نبداو نطربو هاد العناصر كاملة. كنبقاو نقومو بهاد العملية حتى كيضاعف الحجم ديالو كيف ما كتشوفو. راني نسيت قبيلة ما وريتكمش، راني ضفتلو شكنقولولو الفلون كراميل حتى كيصبح على هاد الشكل. دابا غادي نضيفلو دانون، غادي نضيفلو معلقة حتى جوج معالق على حسب الذوق. كراميل راه على حسب الذوق، كل واحد وشنو كيبغيه. واش كيبغي حلو بزاف كيبغي هو هذاك. البنات دابا فاش دفنا جوج ديال دانون كراميل، دابا غادي نضيفو نيسلي. انا غادي ناخذ غير معلقه وحده، من حيث هنايا درت دانون كراميل راه حلو، غادي نزيد النوكا دونك ما كاينلاش. دابا غادي نخدمهم هادو مزيان نوريكم. ترجمة
غادي نضيف ليهم النوغا اللي كنت حضرت، البنات دابا فاش خلطنا النوغا مع لا كلاص ديالنا كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نديروها في هذا المول. البنات دابا هاني درتها في المول كيف ما كتشوفوا، غادي نخليها في المجمد لمدة 7 سوايع، من بعد غادي نقدمها لكم. هاد لاكلاص البنات لاطارت ديالي ديال لاكلاص هي وجدات، جات على هاد الشكل. هنا وزينتها بالنوكا كيف ما كتشوفوا طريفات، هنايا درت بليمون ديال السيليكون لاكلاص وعلى ما جمد زولتو زينتها بنيسلي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها غير مكلفه والمذاق غزال الصراحه ديال الله ومبرده. ما تنساوش اشتركوا في القناه باش دائما يبقى يوصلكم الجديد، وبالصحه والراحه.